بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي أعزائي طلاب وطلبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات دروس اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2022-2023. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بحل كلمات من التو، لأن كنا كتبنا فيديو شرحنا فيديو قبل كده بالتفصيل. رجاء مشاهدة الفيديو نقرأ الأول من الكتاب ونحفظه الحلو على التمارين دي. بس دلوقتي قدامكم ورقة حاولوا معايا تكتبوا كلمة ولا كلمة كده ولا كده. طبعا دي وهي ايه؟ جول ليسننج ورك بوك إلى آخره. طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان فهمت كل أسمح من كل جديد، حتى تدعموني في نشرات المتابعة إن شاء الله. كمان أرجو أعمل لايك وشير للفيديو حتى أصل أكبر عدد ممكن من الطلبة يستفيدوا من الشروحات، حتى الله عز وجل أن تكون كده لهم ولهم إن شاء الله. مواطن الدعوات القلبية والمياه والتوفيق بإذن الله. بسم الله نبدأ. نمبر 1، The V Channel has channel، طبعا قناة التلفزيون المعروفة عارفينها كلنا. The V Channel, the date of the second season، تاريخ الموسم الثاني، of my favorite TV series، للمسلسل المفضل عندي. favorite المفضل طبعا مفضل من النت series اللي هي المسلسلات. دي التاريخ معروفة. سيزون موسم مش كده؟ second طبعا الثاني. the TV channel has يا ترى assisted ولا demanded ولا announced ولا rehearsed؟ مين عارف يا ولاد؟ معايا كده واحدة واحدة، اللي عارف طبعا يكتب قدامه الكلمة ويصح معايا بإذن الله. طلع ضغط يكتب معناها ويبقى يحل مع نفسه بعد كده في الفيديو بإذن الله. يبقى the channel has طبعا assisted معروف معناها assist يساعد، مش كده؟ assist يساعد، منها assistant المساعد، مش كده؟ شوف assistant بياع، assist قلنا يساعد، assistance لو شلنا الاي دي وحطينا اي ان سي، اي ان سي مكان الاي دي، حط هنا اي ان سي بقت assistance، بقت noun بقت المساعده. اوكي؟ عكس البلب يساعد المساعده، يعني اسمه فعل مثل assist يساعد assistance مساعده. demanded يطالب أو طلب به يعني demand، أو يطلب أو يأمر. announce قلنا يذيع، خبر رسمي حكومة التلفزيون الصحف إلى آخره. rehearsed ده أيام البروفة، rehearsal ده أيام المكان اللي يديها رئيس البروفة نفسها، رئيس ده الفعل منها أيام البروفة. تيجي طبعا عشان هذه أو نمبر بي اللي هي نمبر اس نمبر سي اللي هي announced أذاعت خبر يجي التلفزيون ولا حاجة رسمية. Announced has announced the date of the second season of my favorite TV channel أو TV series. The TV channel has announced number C the date of the second season of my favorite TV series. Number 2. Unfortunately, only معناها unluckily سوء الحظ يعني. The movie الفيلم مش كده؟ فيلم معناها movie معناها سينما برضه نفس المعنى. The movie was broadcasted مذيع online on net by a who had stolen a story، سرق قصة، stolen من steal يسرق، had stolen a story أو كوبي آسف سرق من نسخة، stolen a copy سرق نسخة الفيلم وأنزعها على أونلاين. يا ترى ده ريفرس يعكس ولا روت مسار أو طريق يعني، deceit مخادع من deceive يخدع، deceive يخدع مكان التيم يحط فيه بتفعل ديسيف يخدع، نسيت مخادع مش كده؟ قلنا روت مسار لأوتوبيس لقطر الطيارة إلى آخره. ريفرس قلنا يعكس، تشيت غشاش، وقلنا تشيت وتشيتر، غشاش موجودين في نوت عندهم في كلمات صح، تشيت وتشيتر لما هو غشاش الناونز، وتشيت دي معناها يغش اسمه فعل، تشيتر اسمه بس غشاش. اوكي يبقى unfortunately the movie was broadcasted وذيع، broadcast نزاع، broadcast ده فعل برضه يذيع online on net by a cheat غشاش who had stolen a copy سرق نسخة من فيلم وإذاعها broadcast online على النت. cheat number D. But unfortunately the movie was broadcasted online by a cheat who had stolen a copy. number D. sentence number 3. the news announced الأخبار، أعلنت
that fortunately لحسن الحظ عكس unfortunately لسوء حظ الحسن luckily unluckily لسوء الحظ لحسن الحظ fortunately. لو برضه الكلمات لو fortune و fortunate و fortune fortunate fortunately وإلى آخره كنت هتلاقوه في اليونت في الشرح. رجعوا الفيديو بتاع الشرح هتلاقوا الكلمات سهلة جدا بسيطة جدا إن شاء الله. يبقى that fortunately the number of عدد of the train accident حادث القطار wasn't time ما كانش كتير يعني ما كانش عالي مش مرتفع wasn't high لأنه مش مرتفع. طيب passengers مسافرين casualties ضحايا survivors نجونا من الحادث يعني rescuers منقذين rescuer طبعا جاي من ريسكو دي بس ما ينقذ بعد فعل rescuer بقت منقذ rescuers منقذين طبعا الجمع بتاعها survivors هتلاقي survive ينجو من الموت في حادثة أو في عملية survivor الناجي من الموت مش كده survive يعيش أو يتعايش مظبوط بس انجاز قلنا الركاب casualties ضحايا طبعا دي train accident حادث قطار يبقى ده casualties ضحايا casualties ضحايا جرحى إلى آخره casualties number B number 4 nothing could ever لا شيء يمكن أن a mother for the pain عن الألم of being separated إن تنفصل from her children عن أطفالها تبعد عنهم يعني مفيش حاجة could ever a nothing could ever a afford يتحمل نفقات لا علاقة بالمعنى demand يطالب لا علاقة بالمعنى hire يستأجر مكان أو hire someone يشغل شخص hire a place يأجر مكان hire a flat يأجر شقة هذا شوب يأجر محل هذا سمن مع شخص يبقى ده يشغل شخص okay ولا compensates أيوة هي مستر nothing could ever compensate number A compensate يعوض هتعوض لهم عن صنع ولدها compensates the verb compensate وما كان دي اي اون بس compensation تعويض compensate compensation فعل واسم compensate بيساوي make up for make up for معناه compensate يعوض مش كده؟ nothing could ever compensate يعوض mother for the pain of being separated from her children ألم انفصل عن أولادها مش هتعوضها number 5 my grandfather is over 70 for 70 years old and constant care رعاية مستمرة دائمة لو constant constance نستنت نحن برضه في شهر تاني يبقى هنلاقي my grandfather is 70 years old and نستنت كير قلنا رعاية مستمرة revealed or realized as release يبعث أو يرسل أو يطلق demands يطالب به acquire يكتسب inquire استفسار okay inquire استفسار acquire يكتسب demand يطالب به release يرسل أو يبعث أو يطلق في الهواء. Okay. My grandfather is over 70 years old and أيوة number C demands constant care. رعاية دائمة مستمرة constant care demands. Number 6. The company said it would any more any customer أي عميل complaints شكوى أي عميل يعني very fast بسرعة شديدة complaints شكوى من هذا التي يستوى كومبني يشكو ذا الفعل كومبلينت شكو بات ناون اوكي وانا كومبلينت تو سمون كومبلينت تو ذا مانجر كومبلينت اباوت سمثينج اباوت ا وورد اوكي يبقى كومبلينت شكو كومبني يشكو تو او اباوت ا وورد تو سمون اباوت او سمثينج يشكو من شيء او لشخص يبقى ذا كومبني سيد ات وود any customer complaints very fast بسرعة شديدة ضرب لوك he said ignore يتجاهل duplicate تكررها تعمل نسخة منها investigate تحقق فيه تتفحص تتمحص طبعا هي the company said it would number A investigate هتحقق في any customer complaints أي شكاوى العملاء very fast بسرعة شديدة جدا investigate خلنا investigate an investigation an investigator هتلاقي برضه كل ده في يحقق فيه يحقق فيه investigate
مستشار طبعا، مستشار ده نوع مستشار تحقيق، مستشار ده الشخص المحقق. نمبر 7 Great Economic Changes، تغييرات اقتصادية كبيرة have in Egypt during the last few years، القرون الماضية have يا ترى punished عاقبة، لاش علاقة بالمعنى repaired صلحت، لاش علاقة بالمعنى برضه placed وضعت، لاش علاقة بالمعنى. تبقى الحل بتاع نمبر دي اللي هي occurred، Great Economic Changes have occurred، حدثت in Egypt during the last few years. خلنا occur يحدث، سوي take place، سوي happen فعل، occur happen take place. خلنا كمان occurrence، عطينا ANC مكان الـ ED، ANC يعني قول اليوم البارح طلع فيها شحنة كمان occurrence حدوث. يبقى great economic changes have occurred، حدثت in Egypt في مصر during the last few days، من الأيام القليلة الماضية occur. نمبر D. Now number 8 is the act of making illegal copies، انك انت تعمل نسخ غير قانونية of the DVDs أو DVDs computer programs books etc in order to sell them، عشان تبيعها. بتعرف حالي ما ايه the act of making illegal copies، انك تعمل نسخ غير قانونية غير شرعية، خلنا legal والليجل. اوكي قلنا كوبي اسمه فعل، كوبي نسخه وكوبي ينسخ، ليجل كوبيز نسخه غير شرعيه. العمل ده لك ده العمل ده اسمه ايه؟ اكيوراسي، هي اكيوراسي هي جت دقه، الاسم بتاع اكيور بتاع اسف بتاع اكيوريت اناكيوريت اناكيوريتلي اناكيوراسي دقه. بارسي ارسنه سرقه، انكوايري استفسار، ابرنتشيب فتره تدريب مهنيه، apprenticeship فترة التدريب المهني. قلنا apprentice اللي هو العامل أو الصبي أو المساعد، apprentice لغاية الـ E، apprenticeship فترة التدريب. يبقى هنا عملية the act of making illegal copies ده اسمه إيه؟ نمبر B طبعا piracy، قرصنة سرقة أعمال أدبية أفلام كتب إلى آخره، piracy piracy من pirate قرصان، piracy قرصنة أو سرقة. نمبر B piracy is the act of making illegal copies of so and so and so إلى آخره. In order to sell them عشان يبيعهم. Sell يبيع طبعا. Sold bust، sold bust مصدر. Sell يبيع سيل كازيون تخفيض. Sales مبيعات S L E S. Sales man بائع مولود مبيعات. The piracy is the act of making illegal copies of DVDs etc. in order to sell them. Number 9. Knowing woman شابة أو فتاة has the sauce الصلصة by adding بإضافة too much salt and garlic، إضافة إيه؟ كتير جدا من الملح والثوم، عملت إيه في الصلصة دي؟ contract ودي القمش أحسن expand تمدد، مش كده؟ فان expansion contraction تمدد القماش حتى بعض في نيوت موجود. نمبر لو violated انتهك أو خالف، كان violation انتهك ولا refreshed جعلتها طازجة يعني، ولا ruined افسدتها أو دمرتها، طبعا هي ruined. نمبر A the woman has ruined the sauce was the salsa by adding بالإضافة too much salt and garlic، تلاقي ملح كتير جدا زيادة عن اللزوم وتوم. لازم ده she ruined has ruined the sauce. Number 8. Number 10. The storm has the ship. I'm في السفينة. Was the captain couldn't control it. ما قدرش يتحكم فيها. يبقى storm صارت فيها ايه؟ Obtained. Orbit الأسف. Orbit يطرح حول شيء. The earth orbits the sun. The earth يطرح حول الشمس. Spun. يلف حول نفسه. Spin, spun, spun. Spin بالآي. بضرع بتاعه. Spun. Must. في التالي. Compensated عوالد replaced حلت محل. يبقى الصور من هذه أولاد has طبعا spun the ship، هل تتلف كده مكانها and the captain couldn't control it، الكابتن ليش يتحكم فيها سيد التعصب. The storm has spun the ship and the captain couldn't control it. Number 11 لو من الشاب أو الفتى couldn't ما قدرش the money to go on the trip يروح الرحلة for his honeymoon عشان شهر العسل بتاعه honeymoon شهر العسل. يا ترى فل يملأ
صحيح طبعا. طب يوقف ويتوقف، نشر رقم بمعنى ستاند يقف، ولا نشر رقم بمعنى ايه؟ افورد نمبر دي، يتحمل نفقات، يتحمل النقود اللي يروح بيها رحلة في شهر العسل بتاعه. لما تكون انت افورد ذا ماني تو جو، افورد تو مصدر، افورد ذا ماني تو جو على معروف، افورد تو انفينيتي، افورد ذا ماني تو جو، او افورد جو على طول. طب في مفهوم ما فيش فيه تو مصدر بعد منه، لازم بعد افورد تو مصدر. يبقى زي ما نقول افورد ذا ماني تو جو اون ذا تريب فور هيز هاني مون، مش نقاط ذهب في رحلته ان شاء الله العسل. نمبر 12، ذا تيربل اكسيدنت، حادث الرهيب الفظيع دون، هاز تو لينز، حارتين في الطريق، لين دي حاره في الطريق، مسافه الخط الابيض، الخط الابيض التاني اسمها لين، حاره، وفي ترافيك او حاره في حمام السباحه برضه لين، اون ذا فري واي في الطريق السريع يعني. يا ترى تربل لازم عملت فيه في الطريق دون، هاز ايه؟ ليستد، عملت قائمة؟ طبعا لا، بوجد حجزت؟ ما ينفعش، ما اشرح معاهم بلوك، ايوه هي بلوك سدت، بلوك يسد، يبقى تربل اكسيدنت هاز بلوك ده تو لينز، سدت حارتين اوف ترافيك من المرور اون ذا فري واي على الطريق السريع نمبر سي. طبعا دي كونستراكت، دي بنت يا ابن ابو عم الكونستراكت، قلنا يبقى احسن استراكت، استراكت دي يهدم او يدمر، construction تعمير أو بناء، destruction تخريب أو هدم، constructive و destructive. هتلاقوا الكلام كله شرحه في الفيديو اللي فات، شوفوه من فضلكم اطلعوا عليه، هتلاقوا الحاجات كلها موجودة فيه، وحفظ كويس أوي إن شاء الله، استفيد منه جدا، وتابعوني نستفيد أقصى استفادة من الحاجات اللي أنا بقولها. يبقى هاز بلوكد تو لينز أوف ترافيك أون ذا فري واي. نمبر 13، ذا بوليس ريبورتد، الشرطة قررت أو بلغت يعني ده ضفان حريقة had caused سبب severe damage، تدفئة شديدة to the of the building، دي في المبنى directions اتجاهات intrusions contents costs تكاليف. طبعا هي نمبر بي contents محتويات. The police reported that the fire had caused severe damage to the contents of the building. سبب severe damage شديد to the contents محتويات of the building. Okay, number B. Number 14. The story about the war victims. قصة ضحايا الحرب. Dominated سيطرت على control يعني dominated the newspaper around the world، الصحف حول العالم في العالم كله. Fans هو addresses عناوين، lines سطور أو خطوط، headlines يعني headlines screen، headlines عناوين رئيسية الصحيفة اسمها headline. يبقى the story about the war victims dominated newspaper headlines. Number A around the world. The story about the new war victims dominated newspapers headlines around the world. Number A. Number 15. Most local newspapers are usually عادةً daily، نكتب محلية طبعاً، daily يومياً to cope with، تجاري أو تساير أو تتماشى مع the current events، الأحداث الجارية. Current events كلمة مهمة جدا عشان تبقى يمني. Current events الأحداث الجارية. هناك current currently حاليا تاني adverb دي adjective بس events هي أحداث مش كده؟ يبقى هون خوك with حرف غير بتاع وسائل أو جاري أو لاحق. أوكي يبقى most token بزي طلب بفيد بفيد من عم أو يسود ومايك بيز بريفيد تاني سلام يا عم publicized يعمل دعاية، spread ينشر، published ينشر. طبعا publish ينشر صحيفة كتاب قصة دي publish، قلنا publish publish publication مش هعمل دعاية طبعا. امال ايه؟ most local newspapers are usually published تطبع ديري يوميا to cope with the current events عشان تجاري او تلاحق الايه الاحداث الجارية. طبعا دي سبريد ايه؟
ينشر كذب، ينشر إشاعة، مش كتاب، مش نقل الكتب ولا الصحف ولا الكلام ده كله. ببلش ينشر كتاب، صحيفة، مجلة، حاجات أدبية يعني. ببلش. نمبر 16. The tourist studied the map، درس الخريطة، and planned، وخطط the trip accurately، بدقة. Adverb accurate، دقيق. Adjective planned، خطط. درس الخريطة، studied the map and planned، وخطط the trip accurately، بدقة. View منظر. Avenue شارع تجاري. Avenue method طريقة أو وسيلة. ولا route طبعا route مسار. The tourist studied the map and planned the trip route accurately، مسار الرحلة بدقة. Number C route. Number 17. My sister had to go، اضطرت تروح يعني، on diet. Go on diet يعني تعمل رجيم يعني. Go on a diet يعمل رجيم. Go on a diet تعمل على بعض كده. Go on a diet تعمل رجيم. وعلى الصفر كلمة رجيم. السبيس ده فيه صفر كلمة رجيم. Go on a diet ده تحفظ على بعض كده. Go on a diet يعمل رجيم. And lost وخسرت أو فقدت a lot of weight وزن كتير. يبقى my sister had to go on a high مرتفع ديجيتال رقمي ايزي سهل ولا ستريكت. طبعا نمبر بي ستريكت رجيم قاسي. بس تو جو اون ستريكت دايت اند لوست ا لوت اوف ويت. نمبر بي ستريكت دايت رجيم قاسي. جو اون ستريكت دايت او سيفير دايت تعمل رجيم قاسي. جو اون دايت اون ستريكت. نمبر 18 اي از ا نيوز بيبر that has large pages صفحات كبيرة that usually deals with the novel serious subjects مواضيع جادة. حفظناها خلاص طبعا ماشي ايه ماشي مني ماشي اعلام وسهلا دي كتير صحافة اذاعة تلفزيون الى اخره. تابلويد دي قلنا صحيفة شعبية. بريس صحافة بوعي عام بريس. يبقى دي طبعا روتشيل صحيفة رسمية. large pages deals with serious subjects تتناول موضوعات جادة روتشيت. بريس طبعا الصحافة وفعل معناه ضغط. اوكي نمبر 19. The famous actress ممثلة المشهورة has signed وقعت a deal صفقة to the company مع الشركة the company's hair care products مع منتجات عناية الشعر بتاعت الشركة هير كير برودكتس منتجات عناية الشعر. أنونس يذيع أن تقدم دعاية سلعة. كليم يدعي ريسبوند يستجيب لي. يطرد فيموس أكترس الممثلة المشهورة هاز سايند أديل عمل صفقة تو علشان ذا كومبانيز هير كير برودكتس طبعا تعمل عنها دعاية ادفرتايز تنزل في الإعلان بتاعها تعمل الإعلان بتاعها يعني في مصاريفها تعمل إعلان للشركة has to advertise مظبوط the company's hair care products advertise وأنا advertise في advertisement في advertiser مش كده advertise نمبر طبعا announce وأنا في announce المذيع في announcement إذاعة أو إعلان إلى آخره هنا has to أو had to أو has assigned a deal to advertise the company's hair care products. نمبر 20 كان عندنا في العصر في التعليق أنا تحت أمركم أشوفكم أيها أنتوا عايزين. نمبر 20 the customer service خدمة العملاء كلرك موظف خدمة العملاء told me early that my complaint شكوتي was to the manager إلى المدير. replied أجيبت لا طبعا. retreated تراجع تقهر retreat. release يطلق أو يبعث أو يرسل. يضرب من تحت الله يا موزي was referred وجهت إلى referred to the manager شوفتاتي وجهت إلى المدير. The customer service clerk told me that my complaint was referred to the manager ودو عند المدير referred to وجه إلى وجه إلى was referred to the manager. Number C. Number 21 the people were shot yesterday أطلع من النار in two separate in the street.
يوم فصلتين في الشارع، يطلع راوندز جولات، المصارعة في تنس، فيستس أعياد أو مهرجانات، ريزلت نتائج طبعا مش كل ده مش رقم المعنى. أمال إيه اللي فاضل عندي؟ نمبر دي إنسيدنت، حادثين منفصلين في الشارع، إنسيدنت نمبر دي. تو بيبول هو الشورت وطفاهم النار يسترد امبارح ان تو سيبريت اندستري، سيبريت انسيدنت اندستري، حالتين منفصلين في الشارع، انسيدنت حدث، ايفنت حدث سياسي، انزل حدث بتاع الستيل ده، انسيدنت نمبر 22. إذا person who has been found guilty وجد مذنبا أو crime بجريمة and sent to prison was in the state, حط في السجن and was imprisoned in prison, I-M-P-R-I-S-O-N in prison, so sent to prison, okay, was in the state, سجن يعني guilty وأنه مذنب عكس innocent بريء، اللي برضه في اللي في الشرح كل ده موجود في الشرح حواليه guilty in عكس innocent، لو guilt عكس innocence براءة الذنب أو الإثم. The person who has been found guilty مذنب هو كلام جريمة، وإن كلام criminal بمردر جريمة قتل، مردر قاتل من المجرم سنتو بريزن توضع في السجن. يا ترى جيلر سجان ديتكتيف أو مباحث كونفكت ولا لوير محامي؟ طبعا كونفكت المتهم نمبر بي، كونفكت ده is a person who has been found guilty مذنب هو مقرم جريمة عمل جريمة يعني and sent to prison وحط في سجن أو سجن سجن convict convict number 23. All cases of number of murder كل قضايا القتل المردر جاتا هي كيس هنا معناها قضايا طبعا all cases of murder are tried ينظر فيها in a court قاعة okay because they deserve لا تستحق a strong penalty عقاب شديد أو جزاء شديد political السياسية قاعة سياسية يعني ruling حاكمة lawful قانونية criminal إجرامية murder okay طبعا criminal court محكمة جنائية criminal court جنائية Okay. يبقى نمبر A نمبر 24. My uncle works as an advisor مستشار أو ناصح to a أنت مستشار أحسن to a minister الوزير who has retired اعتزل أو استقال recently recent أو مؤخرا retired خلنا retired termin retired adjective يبقى an advisor to a former رسمي present حاضر أو موجود former سابق ولا كلير واضح طبعاً دي هذا ريتارد اعتزل أو استقال recently حديثاً recent to recently ودي former السابق number C you might work as an advisor to a former minister وزير سابق who has retired اعتزل اعتزل استقال recently مؤخراً أو حل المعاش retirement my uncle works as an advisor to a former minister who has retired recently. Number 26. Huge, ضخم طبعا, huge, huge, tremendous, ضخم, gigantic, عملاق, enormous, ضخم برضو, massive, ضخم. هتنا برضو كنا في اللي في الفيديو اللي فيه اللي بيشرح بتاع كلمات بتاع unit 2. Of money have been invested, استثمرت in projects في مشروعات in Sinai in the last few years في الفترة الماضية invest on invest استثمر investor مستثمر investment استثمار invested مستثمر وده حتى برضه في الشرح الثاني يبقى a huge of money يا ترى assists سعادات qualities صفات أو خواص أو جودة quantities كميات ولا sums money صفة بإيه huge sums مبالغ sums of money مبالغ ضخمة من المال have been invested in projects in Sinai in the last few years sums of money مبالغ من المال a sum of money ما طبعا لا تعد
امتحان اصلا اماني مبلغ من الامتحان لازم صامز اماني مبلغ من الاماني زي ما هي صامز اماني بعدين انفستد ان بروجكت ان ساينا ان ذا لاست فيو ييرز نمبر 27 دايماً فتح was arrested قبض عليه for traffic مرور laws قوانين المرور which resulted in نتج عنها a terrible accident حادث رهيب وان result in ينتج عن هو result from ينتج عن يعني هذا start results in success لازم جدا ينتج عن ايه النجاح بعد كده احنا قلنا success results from هذا start ينتج عن ايه المذاكرة بجد result لازم معناها نتيجة مش كده يوزن انتر بالاسنت حد نتيجة عن الحادث سيء جدا للغاية أو رهيب جدا يا ترى رغم ده عمل ايه ريست فور ايه عشان يقود عليه ليه وبينج قطاع طبعا لا هيفضل مش هيقود عليه فولونج تبع قول مرور مش هيقود عليه برضه ديناينج انكر ولا فايوليتنج انتهك طبعا فايوليتنج نمبر دي من هو ريست فور فايوليتنج ترافيك لوز انتهاكوا لقوانين المرور وش ريزلت ان اتانا بالاسنت انتهاكوا ده نتيجة عنه ايه حادث رهيب violated كنا violate وانا five violation انتهاك number 28 the five star hotel in downtown وسط بلد كايرو is a popular wedding حمزة فرش شعبي او مشهور يعني او محبوب because of its fantastic هولز قاعات اللي الرائعة فانتاستيك ترى فيو منظر فينيو كانت ويرونا سين مشهد سايت موقع بدأ ايه يا أولاد طبعا ده الودينج ايه بوبلو ودينج فينيو مش كده نمبر سي نمبر 29 the new student in our class طب الفصلنا is a person who would interfere يتدخل in anyone's personal affairs شؤون اي شخصية بتاعت اي شخص interfere in تدخل interference وتدخل خدها في اليونت مشروع كلمات interfere in anyone's personal affairs شؤون شخصية لأي إنسان وده اسمه نوع دي برايفت خاص عشان نشرح معه ولا كلمة ولا مجرم ولا فندي ولا ودود أو ده نوزي نمبر إيه النوزي يا ولاد يعني هي كيوريوس فضولي عنده فضول نوز حط كل حاجة نوز صوت نوز ده أنف نوزي حط كل حاجة عنده كيوريوسيتي عنده فضول نوزي نمبر 30 نمبر 6 بقى بتقول piracy القرصنة وسرقة الأعمال الأدبية piracy and breaking copyrights نسخ يعني حقوق الطبع law مخالفة قانون حقوق الطبع piracy سرقة الأعمال الأدبية مخالفة قانون حقوق الطبع is a that should be fought يعني تحارب severely بشدة to encourage عشان نشجع innovation الابتكار okay piracy and breaking copyright law يعني ونقصنا سرقة الأعمال الأدبية ومخالفة قوانين والطبع that should be fought يجب أن تحارب severely بشدة to encourage نشجع innovation الابتكار إذا إيه بقى crime جريمة رول قاعدة رول دور مارك درجة طبعا piracy and breaking copyright لو إز أ أيوة رول قانون رول زي لو إز أ رول قاعدة that should be fought لازم نحاربها سيفير بشدة to encourage تشجع innovation الابتكار رول رول طبعا باليو رول بالو رول ده دور لو أنا مختلف تماما يبقى piracy and breaking copyright law piracy law is a rule that should be fought severely to encourage innovation. Okay. Number 31. My elder brother, أخوك الكبير, doesn't like, لا يحب, wearing suits, لبس البدل. He only wears
لم يلبسوا فقط انفورمالي، فورمال رسمي. accidents حوادث، occasions مناسبات، events أحداث، incidents أحداث أو حوادث. okay. طب في the president doesn't like wearing suits only wears them on formal occasions مناسبات. نمبر سي، مناسبات رسمية يلبس بدلة، مش كده يلبس بدلة occasions. okay نمبر سي. نمبر 32 electronic company شركة الإلكترونيات adjust 100 launched أطلقت a new onto the market في السوق. launched أطلقت launch يطلق أو إطلاق أو انطلاق أو ينطلق. يبقى ذا electronic company شركة الإلكترونيات had launched has just launched لسه أطلقت حالا يعني تو a new on the market في السوق. tool أداة harvest حصاد، produce ينتج، وده product منتج طبعا a new number B product منتج جديد has launched a new product منتج اطلقت منتج جديد in the market onto the market في السوق. launch يطلق launched اطلقت طبعا البسط بتاعه launch برضه اسم وفعل انطلاق او اطلاق launched a new product on to the market. number 33 the plant is sensitive حساس النبات حساس to the extreme weather الطقس الشديد البرودة والحرارة. the word extreme is a synonym of مرادف ليه regular منتظم ولا low منخفض ولا mild معتدل ولا severe قاسي. طقس قاسي طبعا extreme weather extreme معناها severe. number A the plant is sensitive to extreme weather الطقس القاسي يبقى synonym لكلمة severe. okay extreme معناها severe ونضيف ليها. number 34 the shop is about to close عشان تغلق and is selling the products low cost هتبيع منتجاتها بتكلفة قليلة. okay يبقى دي low cost يبقى at low cost number B at a price at a cost at low cost تكلفة منخفضة عشان هتقفل الوقت محل هيقفل فبيبقى أي حاجة بقى من الخسارة at low cost. number 35 I think you should take the highway تاخد طريق سريع as all other roads لأن كل الطرق الأخرى will force you سوف تجبرك to go the city. next straight around on the right طبعا وهتقولك تعمل ايه around لف حول المدينة مش عارف توصل خد الهايواي عشان توصل بسرعة حتى لا تلف حول نفسك around the city. number C number 36 Experts believe يعتقدوا that the economic conditions الأحوال الاقتصادية will take years حتى سنوات to علشان normal طبيعة بتاعها أو العادي بتاعها after the COVID-19 crisis أزمة COVID كورونا. okay Experts believe الخبراء بيعتقدوا that the economic conditions الأحوال الاقتصادية will take years هتاخد سنوات to normal ترجع لطبيعتها يعني after the COVID-19 crisis بعد أزمة COVID-19 crisis أزمة لو هي صفر تبقى زمان جمعها بالـ ES في الآخر crisis دي كده أزمة مفرد خلاص بالـ ES تبقى زمان يبقى أقول إيه طبعا ترجع لطبيعتها ترجع تعود يبقى أقول إيه طبعا number D return مش تصبح مش become مش ضرب بسيس ولا فلاي ولا تير ولا يسقط طائرة return to normal تعود لطبيعتها تعمل على بعض كده return to normal. number 20 أو 37 the study compares دراسة تقارن the of heart disease مرض القلب among men بين الرجال various countries في دول مختلفة ده طبعا جنبها اسم
مش كده؟ اسمه اوكيرنس، حدوث، من اوكير اللي في نمبر اي يكون يحدث الفعل، يحدث تيك بليس هابن، اوكير ده النوم اوكيرنس، اوكير ده الباست، اوكير ده عليها اس، عايزين ده جنبها اسم اوكيرنس حدوث نمبر بي مش محتاجه. نمبر 38 ويتد with bated أو wait with bait إيه؟ أيوة with bait هسه ما حد بيقول لي إيه؟ ها؟ عارفين حفظناها خلاص with bait bated breath بفارغ الصبر wait with bated breath بفارغ الصبر for the winner to the announced and to be announced عشان نعلن عن الفائز. Number 39 all ships know that passing تعلم من المرور the Suez Canal saves هذا القناة السويس يعني هيوفر تايم اند ماني فلوس والوقت. اوكي طيب يبقى اول شيبس نو ذات باسنج ايه؟ باسنج ثرو ومن خلال طبعا نمبر دي باسنج السويس كانال سيفز تايم اند ماني لو في الوقت وي ونقول نمبر دي. نمبر 40 هيستوري بوكس كتب التاريخ هاف ذير مين ايديز افكار رئيسيه and factual details تفاصيل واقعية arranged مرتبة in particular manner بطريقة معينة. The word factual كلمة factual واقعي is antonym of عكس كلمة ها مين عارف يا ولد سهلة جدا factual واقعي أو حقيقي كلمة إيه؟ أيوه number be fictional خيالي طبعا غير حقيقي برضه ترو حقيقي افكت مؤثر فهي العكس بتاعها فيكشنال خيالي يبقى فاكشوال واقعي او حقيقي عكسها فيكشنال خيالي. اوكي نمبر بي This ends our program today. ده ينهي حلقتنا النهارده ان شاء الله. Wish you all the best of luck. Thank you for listening to me. شكرا لكم ليا. رجاء وفضل وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. نصح يجب تكون هتصدق من كل جديد تأموني في نشرة الله إن شاء الله كانت ولاد ولادة جدا أرجو الناس اللي مشتركتش تشترك ونشترك من أصحابه وحبايبه وقرايبه وجيرانه إنهم يشتركوا. مرة بعمل لايك في الفيديو صلاة ولاد ممكن الطلبة تفيدنا الشروحات اللي تقدر الله عز وجل تفيدنا لكم إن شاء الله وتعرف قادمة أطيب قناة النجاح والتوفيق إن شاء الله تلو ميت أجين حتى نقوم مرة أخرى نستكن نكست سيشن الحلقة الجاية قادمة إن شاء الله. وش هو ده بس والله السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.